طابة صباحكم طلابي الأعزاء في الصف الأساسي الرابع في المدرسة الوطنية الأمريكية. سنبدأ بمحور جديد هو الرسالة في الكتاب الرابع في الصفحة 38 و39، عنوانه رسالة من بنت إلى أمها. الأهداف التعليمية: علينا أن نتعرف إلى هيكلية الرسالة، أي كيف نرتب الرسالة، وأن نتعرف إلى غلاف الرسالة، وأن نعرف التسلسل المنطقي للرسالة، أي تقسيم الفقرات. لنتعرف إلى هيكلية الرسالة، إن قرأنا رسالة أو إن أردنا أن نكتب رسالة، على الجهة اليسرى في أعلى الرسالة نذكر المكان وزمان كتابة الرسالة. ننتقل إلى السطر الثاني لجهة اليمين ونكتب صيغة توجه للمرسل إليه، مثلا أمي الحبيبة أو رفيقي العزيز، أي نذكر اسم المرسل إليه. ثم ننتقل إلى مضمون الرسالة، قد يتألف من عدة فقر. في الفقرة الأولى نذكر مشاعرنا ونسلم على المرسل إليه ونسأل عن أخباره. ثم ننتقل إلى فقرة أخرى، في هذه الفقرة تحمل الهدف في هذه الرسالة، لأن لكل رسالة غاية أو هدف من كتابتها. قد تكون الغاية أن رفيقك قد تعرض لحادث سير وتريد الاطمئنان عليه. الفقرة الأخيرة تكون عبارة الختام، مثلا على أمل أن تتعافى سريعا، أقبلك بحنان إلى آخره. وفي النهاية نعود وننتقل إلى جهة اليسار لنكتب اسم المرسل، أي من يكتب الرسالة. هذه الصفحة تظهر لنا غلاف الرسالة. مثل ما نلاحظ على وجه الغلاف نكتب اسم المرسل وعنوانه، وعلى الجهة الخلفية اسم المرسل إليه وعنوانه، كما يجب أن نضع طابعا بريديا. سنقرأ سويا هذه الرسالة. من بنت إلى أمها، جبيل 3/3/2016. أمي وشمس حياتي، البيت من دونك كئيب ممل، كئيب أي حزين، والحياة بعيدا عنك ككنافة بلا قطر، وكصيف بلا شمس، وكحديقة بلا زهر، ألبس الشوك ليل نهار، أشتاق إليك كلك، إلى صوتك الرقيق يوقظني صباحا، إلى ذراعيك تستقبلان عودتي من المدرسة، إلى عينيك توزعان الحب والبهجة، حتى إنني اشتقت إلى عقابك لي حين أسيء التصرف. نلاحظ في هذه الفقرة قد أظهرت الفتاة مشاعرها نحو المرسل إليه، أي أمها، بطريقة جميلة ومضحكة. سنقرأ سويا هذه الرسالة. من بنت إلى أمها، جبيل 3/3/2016. أمي وشمس حياتي، البيت من دونك كئيب ممل، والحياة بعيدا عنك ككنافة بلا قطر، وكصيف بلا شمس، وكحديقة بلا زهر، ألبس الشوق ليل نهار، أشتاق إليك كلك، إلى كلك. ما الأخبار؟ ألم تشفى جدتي؟ عرفت أنها غادرت المستشفى منذ أيام، فارتاح قلبي. ماذا يقول الطبيب؟ ألم يسمح لها بالسفر فتتابع علاجها هنا بيننا؟
وهكذا نتعاون على العناية بها. أم أن ركوب الطائرة لا يناسبها؟ بلغيها حبي الكبير. وفي هذه الفقرة عرفنا الغاية من هذه الرسالة، وهو الاطمئنان على صحة الجدة، وأن أمها قد سافرت إليها لتعتني بها. وقد كانت هذه الفقرة عبارة عن عدة أسئلة. حبيبتي، لا تشغلي بالك علينا، فنحن بخير ولا ينقصنا إلا وجودك بيننا. أبي يتعب كثيرا في غيابك ونحن نساعده، وهو يبذل كل جهده في إعداد طعام لذيذ، وقد أعطيته على ذلك 8 علامات من 10، أما 10 فلا تنالها إلا أناملك الماهرة. أهتم بتدريس أخي ساري كما وعدتك، ونتائجه جيدة جدا، وأنظف البيت يوميا تقريبا، وأروي شتلاتك بانتظام لتتفتح زهراتها مع هجوم الربيع قريبا. لم أخلف أي وعد قطعته لك أيتها الغالية. غدا سأذهب في رحلة مدرسية، أنا متحمسة لذلك، واطمئني سأعتمر قبعة ولن أمكث طويلا تحت الشمس، وسألعب بحذر كي لا أتأذى. حبيبتي، لا تشغلي بالك علينا، فنحن بخير ولا ينقصنا إلا وجودك وأروي بيننا. شتلاتك، أبي يتعب أسقي كثيرا في غيابك، أما ونحن في هذه نساعده، فإن وهو البنت يبذل تخبر أمها كل عن أخبار جهده في الأسرة إعداد وكيف طعام تقضي لذيذ، أيامها. وقد أعطيته على ذلك 8 علامات من 10، مع قبلة أما لحجم المسافة فلا التي تفصل تنالها بين إلا لبنان وتونس. هذه أناملك عبارة الماهرة. الختام. ابنتك أهتم المشتاقة بتدريس جدا أخي مروة، ساري توقيع كما المرسل. وعدتك، علينا أن جيدة ننتبه أننا جدا، نستخدم الخطاب وأنظف المباشر، البيت يوميا تقريبا، أي ضمير وأروي المخاطب أنت أو شتلاتك أنت، بانتظام أو التوجه لتتفتح المباشر، زهراتها وكأن مع الشخص موجود هجوم أمامنا ربيع قريبا. ونتحدث إليه لم أخلف مباشرة. أي وعد. أرجو منكم قراءة الرسالة في الصفحة 38 والتاسعة والثلاثين، إضافة إلى حل التمرين في المضمون وأبعاده في الصفحة 40 رقم 1، 2 و3، إضافة إلى الصفحة 48. وشكرا.